ذكر حجاج خراسان فتح طبرستان. بعد أن تم التخلص من عبد الجبار والي خراسان بغير قتال، أراد الخليفة أبو جعفر المنصور أن يستثمر الحشد العسكري الذي حشده، ففكر في الفتح وكتب إلى ابنه المهدي يأمره بغزو طبرستان. وكان بطبرستان حرب بين الملكين الأصبهبذ والمصمغان، وكان جيوشهما متأحبة للقتال. لما علما بدخول المسلمين بلادهم تكاتبا في التحالف لمواجهتهم، بدأت الحرب بينهم وبين المسلمين واستمر زمنا طويلا. وجه الخليفة المنصور القائد عمر بن العلاء إلى طبرستان، ففتح البلد تلو الآخر وأخذ قلعة الطلق. ثم تمكن القائد خازم بن خزيمة من فتح طبرستان، ثم قصدت الجنود بلد الملك المصمغان وظفروا به وتم لهم فتح البلاد.